لن نقبل إلا بنصف بولندا مقابل جندي روسي واحد، هكذا أعلنت موسكو. وأوروبا تضع حجر عثرة أمام انضمام أوكرانيا للقارة العجوز، وأوكرانيا تمطر الأراضي الروسية بالصواريخ لساعات متواصلة، فكيف سترد موسكو؟ وتحرك روسي مريب يثير مخاوف الناتو، وزيلينسكي يضع حلفائه الأمريكيين في موقف محرج، وأكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا تقرع أجراس الخطر، والوكالة الدولية تتحرك بشكل عاجل. وبكين للندن، لا ترقصوا لكل من يغني لكم. اتفاقات السلام والهدنات لا تجدي نفعا مع السودانيين، وصياط العقوبات الأوروبية تجلد إيران مجددا. طعنة في ظهر أوكرانيا، ضربة من هنا وأخرى من هناك، داخليا وخارجيا تتلقى أوكرانيا الضربات، لكن ضربات الأصدقاء أشد إيلاما. هنا وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ يصرح بأنه لا يمكن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي قبل دول البلقان. شالنبرغ لم يكتفي بذلك ليضع الملح على جروح الأوكران، قائلا إنه يجب على الغرب أن يواصل التفاوض مع روسيا لأنها أكبر جار جغرافي للاتحاد الأوروبي وأكبر قوة نووية على هذا الكوكب. وكأنه يقول دعوكم من أوكرانيا ولتتفاوضوا مع روسيا وستنجلي أدخنة كل هذه الحروب. لينضم رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي لشامبرغ محذرا من أن تطبيق بلاده نظام التأشيرات للروس سيستدعي إجراءات جوابية من روسيا وسيلحق أضرارا جسيمة باقتصاد جورجيا وأمنها، أي أن الجورجيين لا يريدون أي عداوة مع روسيا. مهلا مهلا مهلا. فالأمر لم ينتهي بعد، ليأتي الدور على وزير الدفاع الهنغاري كريستوف سالاي بوبروفينسكي، الذي قال إن إصرار الدول الأوروبية على تزويد أوكرانيا بالأسلحة يهدد أمنها الخاص ومخزوناتها الاستراتيجية، ويقصد أن أمن أوروبا في خطر دائم طالما يواصل الأوروبيون دعم أوكرانيا عسكريا. تأتي كل تلك الضربات لكييف بينما تحضر قواتها لهجومها المضاد، ومع اقتراب اندلاع ذلك الهجوم والذي سيشمل زاباروجيا. يا إلهي، لقد أصبتم رأسي بالصداع بهذه الكلمة، الهجوم المضاد. متى سينفذ هذا الهجوم؟ لنكمل، حيث يتبادل الروس والأوكران الاتهامات بضرب المحطة النووية، هذه المعارك جعلت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يتحرك ليطرح صفقة أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بهدف حماية محطة زاباروجيا للطاقة النووية. فهل يتفق الطرفان على تجنيب زاباروجيا نيران المعارك؟ وتعد محطة زاباروجيا التي تقع جنوبية أوكرانيا أكبر محطة نووية في هذا البلد وأوروبا عموما، وتسيطر عليها القوات الروسية منذ الأشهر الأولى من الحرب، أي إن أي تسريب للإشعاع قد تصل أضراره للقارة العجوز بأكملها. هنا تشدنا أصوات الرصاص وزمجرة المدافع. نعم، إنها باخموت، حيث تقول الدفاع الأوكراني إن قواتها تتقدم على أطراف مدينة باخموت لمحاصرة القوات الروسية، مؤكدة وجود القوات الأوكرانية داخل المدينة. إذن فماذا عن إعلان موسكو السيطرة على باخموت بالكامل؟ ليعلنها مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماغريغور بقوله إن محاولة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاحتفاظ بباخموت عادت على كييف بعواقب وخيمة وخسارة المدينة، ليعيد زيلينسكي بذلك خطأ هتلر في ستالينغراد، فخسر المدينة وخسر المعركة وفق تعبير ماغريغور. وعلى الأرض أيضا، أعلن الجيش الأوكراني تعرض مدينة دينيبرو لهجوم روسي ب16 صاروخا و20 طائرة مسيرة. وأكدت السلطات الأوكرانية إسقاط 15 طائرة مسيرة و4 صواريخ كروز كانت تستهدف المدينة. فيما أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الأوكراني في خرسون، تمكن الجيش الأوكراني من إسقاط مقاتلة من نوع سو-35 خلال تحليقها فوق المدينة. وبالعودة إلى الملف الساخن بين الغرب وروسيا، تنتظر كييف قرارا غربيا بتزويدها بمقاتلات F-16 الأمريكية
حيث أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى بحث ملف تزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16، مؤكدا أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات الأمريكية الصنع قد بدأ. ليأتي الرد الروسي فورا وعلى لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الذي قال إن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على الرغم من ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات F-16، بينما اعتبر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن أي هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم بطائرات F-16 سيعد هجوما على الأراضي الروسية، وهناك فلننتظر الرد الروسي الغاضب يا سادة. ليعود الأوكران وينقل المعارك إلى الأراضي الروسية مجددا، حيث أفاد حاكم مقاطعة بلغرود الروسية فياتشيسلاف غلاكوف بأن منطقة غرايفورونسكي في المقاطعة المحاذية للحدود الأوكرانية تعرضت لقصف من جانب أوكرانيا على مدى ساعات عدة، مضيفا أن مجموعة تخريبية أوكرانية عبرت الحدود إلى داخل أراضي المقاطعة، لكن قوات الأمن بدأت باتخاذ إجراءات للتعامل مع المجموعة التخريبية وفق تعبيره. فهل تحاول أوكرانيا توجيه ضربات كهذه لروسيا لتمحو صورة الهزيمة في باخموت؟ وفي سياق آخر، عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للظهور أمام الصحفيين أثناء حضوره قمة السبع ليقول إن صور الدمار في هيروشيما تذكره بباخموت والتجمعات السكنية الأخرى المماثلة، مضيفا لم يبق شيء على قيد الحياة، انهارت كل المباني. يضع حليفه بايدن في موقف لا يحسد عليه، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي رفض أن يعتذر عن كارثة هيروشيما، لكن تلك الهفوة لم تمر مرور الكرام على روسيا لتتلقفها سريعا صاحبة الردود اللاذعة ماريا زاخاروفا والملقبة بالخالة فرنسا فرع روسيا، قائلة لزيلينسكي: لا تنسى أن البيت الأبيض رتب الأمرين، أي أن أمريكا هي من قصفت هيروشيما بالنووي وهي من تسببت بدمار باخموت. فيا له من رد قوي من الخالة فرنسا فرع روسيا. ماريا زاخاروفا عادت مرة أخرى لتوجه حديثها لبولندا هذه المرة، حيث ذكرت زاخاروفا المسؤولين البولنديين بمساهمة الاتحاد السوفيتي بتحرير وارسو من النازيين وإعادة إعمار الدولة البولندية بعد الحرب العالمية الثانية، لتقول: اقترحوا أن نطالب بنصف بولندا تعويضا عن سوسانين وحده. في إشارة للفلاح إيفان سوسانين البطل القومي الروسي الذي أنقذ في عام 1613 الملك ميخائيل رومانوف من الموت على يد الغزاة البولنديين. الأحداث والتطورات. قالت السفارة الصينية في لندن إنه يجب على السلطات البريطانية التركيز على مشاكلها الخاصة وليس الرقص على أنغام الولايات المتحدة، بينما كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد قال في قمة مجموعة السبع في هيروشيما إن الصين تمثل التحدي الأكبر في عصرنا للأمن والازدهار العالميين. في السودان، وقعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري ومطار الخرطوم، وذلك قبيل ساعات من دخول وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف في جدة حيز التنفيذ. أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تبني الحزمة الثامنة من العقوبات ضد إيران على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان. هل بدأ الأوروبيون يميلون لروسيا بعيدا عن الإملاءات الأمريكية؟ ما الذي ترونه أنتم متابعينا؟